ترضى تعيش مع حماتك في نفس البيت؟ واحد ما بيكون بيحب مراته، مراته مريحاه في كل حاجه، فعشان خاطر مراته ممكن يعيش طبعا مع مراته مع حماته. وبعدين الحما دي الام الثانيه اكيد. اذا كان امين على امه مش هيبقى امين عليا، وخايف على امه مش هيخاف عليا. طبعا هتبقى هي متحكمه كل حاجه، ماما هتقول لي ما اعرفش ايه، وهي هتبقى واخده راحتها بزياده اكتر يعني، وكل شويه تبقى رايها هي اللي ماشي يعني بالنسبه لها يعني، فهتبقى صعبه يعني. الحمد لله فعليا انا عايشه معاها، وخدت شقه بره وباجي اقعد معاها بشهر وباتنين. احنا الحمد لله الاثنين يعني الحمد لله الدنيا مظبوطه. انا اتمنى اعيش معاهم لانه كانوا احسن ناس والله. اتجوزت في اوضه وعشت مع حمايه وسلفتي، فالوضع ده بالنسبه للبنات تيجي تقول لهم دلوقتي يقولوا لك لا. في حد ما لاش مع حماته دمه الثانيه؟ بشرط ان هي تكون مثلا فاهمه، تكون ايجابيه مش سلبيه يعني. ما ينفعش ان هي مثلا تعارض في اراء ان احنا شايفينها في اداره المنزل والعلاقات الخارجيه والداخليه، غير كده بيحدث مشاكل. لا انا مش هقبل اعيش كويسه مش كويسه، مش هقبل اعيش يعني اللي هو لا كل يعني. هو انا عايزه بقى بيت يكون انا مستقله فيه بقى. لو ست طيبه وكويسه هتعدي كل حاجه ونقدر نعيش مع بعض ان شاء الله. الواحد بيبقى محتاج ياخد راحته شويه في البيت يعني. العيشه مع الحما او مع الاهل بتحس ان انت مقيد، او بيبقى انت ملتزم بعادات البيت اللي انت فيه. نفس البيت طبعا لا، لان لازم الواحد يبقى كده مستقل بحياته الخاصه يعني، ما بيبقاش حد ليه فضل على حد يعني. هي ليها بيتها وانا ليا بيتي وكده. ما دام مثلا يبقى ليها زياره تروح في الزيارة بتاعتها، البعيد بيبقى حبيب. ممكن لو كويسة وطريقتها متشابهة مع طريقة حياتي أنا هعيش معها عادي، لكن في ناس أصلاً بتبقى طريقتهم متنافرة يعني، طبيعتنا مش شكل بعض. عايشة معها، مين قالك إن أنا مش عايشة معها؟ لو هي شخصية كويسة ممكن نقبل في الظروف دي إن هي تبقى موجودة.